تجمع العشرات من الهايتيين في منطقة تيتانيان خارج العاصمة بورتو برينس لإحياء ذكرى الآلاف من مواطنيهم الذين دفنوا في المنطقة بعدما قضوا في الزلزال الذي ضرب البلاد قبل أسابيع. وتيتانيان واحدة من مناطق عدة في هايتي دفن فيها نحو 150 ألف شخص في مقابر جماعية دون أن تحدد هويتهم. وتقدر الحكومة عدد الذين قضوا في زلزال 12 من يناير الماضي ب 200 ألف شخص.